أعلن المهندس حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق تسليم موقع مول ومحطة ماسبيرو إلى شركة فينسي الفرنسية بعد إنهاء أزمة إخلاء محلات بولاء أبو العلا من المستأجرين عقب تعويضهم. وأشار توفيق في تصريحات خاصة لبرنامج هذا الصباح إلى أن الشركة الفرنسية ستبدأ في أعمال الإنشاءات بالمحطة ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد بطول 17 كيلومتر من العتبة حتى بولاء الدكرور و15 محطة نفقية وسطحية وعلوية. وأضاف أن الشركة الفرنسية ستبدأ أعمال الإنشاءات بمحطة مترو ماسبيرو استعدادا لانطلاق أعمال حفر المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو العتبة بولاء أبو العلا، متوقعا بدء أعمال الحفر من محطة العتبة خلال الأيام في اتجاه إمبابة وبولاء الدكرور بعد انتهاء تجهيز الحفار العملاق في محطة العتبة ليبدأ أعمال حفر مشروع المترو الجديد. للحديث حول هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق. صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة مش المهندس حسن توفيق، أنا المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة في الهيئة القومية للأنفاق. شكرا يا فندم لحضرتك على التصحيح. أستاذ طارق، في البداية متى ستبدأ الشركة الفرنسية أعمالها بموقع مول ومحطة ماسبيرو؟ بداية نقول للسادة المشاهدين كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وانت برضو وزميلتك اللي في معاكي في الاستديو فرح. أستاذة فرح، أنا الحقيقة أنا بتابعك كل سبت وكنت عندك من أسبوعين في نفس البرنامج. الحقيقه بالنسبه لاعمال المرحله الثالثه من الخط الثالث، هي من يوم ما استلمنا موقع محطه ناصر في امام القضاء العالي فاحنا على طول فورا بدانا التنفيذ من حوالي شهر تقريبا. والتنفيذ في مترو الانفاق بيتم على مرحلتين، المرحله الاولى بتكون المحطات، بيليها بعد فتره المرحله الثانيه وهي شغل مكنه الحفر اللي بتمشي تحفر النفع. محطة ناصر من يوم ما استلمناها من حوالي شهر، احنا انت لو بصيت او لاحظت او السادة المشاهدين لاحظوا احنا عندنا تتابع في المحطات، كل شهر تقريبا لازم المفروض نستلم محطة ونبدأ فيها الشغل عشان نجهز شغل للمكنة نفسها. فاحنا بدأنا من شهر في محطة ناصر، والوقت هنبدأ او بدأنا في محطة ماسبيرو بنزيل المنشآت اللي موجودة ونجهز الموقع على اساس نبدا فيه اعمال المحطه نفسها. وبعد شهر المفترض نستلم محطه الزمالك كمان ونبدا فيها برضه التجهيز عشان المكنه لما هتشتغل ان شاء الله حوالي شهرين من الان، من شهرين لثلاث اشهر، هي حاليا بيجري ليها اعاده تاهيل وصيانه وتغيير لاجزاء كثيره من المكنه اللي هي بتستهلك اثناء العمل، ودي هتبدا ان شاء الله من البير النزول اللي في حديقة الأزركية، هي حاليا بيجري الصيانة ليها وهيبدأ تنزيلها تحت في البير وتجميعها، فالحكاية دي بتاخد من شهرين لثلاث شهور. بعد كده هتبدأ هي الحفر في النفق في اتجاه ناصر ثم ماسبيرو ثم ناصر ثم الزمالك وهكذا حتى التكال. طيب يا فندم، هل تم تعويض المستأجرين بمبلغ مالي مناسب؟ خصوصا يعني هم قالوا انه من المفترض انه بعد عملية الهدم على طول يحصلوا على التعويضات. اكيد طبعا عوضناه وهو خدوا التعويضات، خدوا التعويضات من يوم مثلاً من يوم 25/5 ده كان معاد التعويض، واستلموا كل واحد استلم الشيك بقيمة التعويض بتاعه بعد ما جاب اوراق اثبات مش الملكيه، الايجار الملكيه ده اللجنه اوريدي عوضتهم اللي هم الملاك الارض، اما المستاجرين فالتعويض اللي هو خلوريج خدوا الشيكات بتاعتهم يوم 25 استلموها بالكامل واصبحت في حوزتهم من هذا التاريخ، واحنا خدنا الموقع من 25 وبدا المقاول يحط الاسوار وبدانا نجهز لازاله المنشات فيه. التعويضات الحقيقه من داي 1 احنا كنا عاملين الشيكات ومجهزينها على اساس يجوا يستلموا شيكاتهم ويخلوا الاماكن. طيب يعني استاذ طارق، يعني بس فقط للتوضيح، 7000 جنيه قيمه المتر الواحد للمستاجر، هو ده الرقم الصحيح صح يا فندم؟ والله استاذه خلود هو في شرايح، احنا عندنا حوالي اربع شرايح للتعويض، هي بتعتمد رقم واحد على موقع المحل او المكان عموما مخزن محل هو تيبر، اثنين على المساحه، احنا عندنا شريحة بالنسبه للحاجات اللي بتطل على شارع 26 يوليو دي ليها اسعار
3000 و5000 و7000 المتر، اما الحاجات اللي على شارع السلطان ابو العلا اللي هو الخلفي دي 5000 جنيه للبكر. الثلاثة وخمسة وسبعة دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المسطح، المسطحات من متر لخمسين متر، طبعا ما فيش حاجة اسمها متر، دي 7000 جنيه للمتر. المسطحات من 50 ل 200 دي 5000 جنيه للمتر، المسطحات فما فوق ال 200 دي 3000. ليه؟ لان دي اغلبها او هي كلها جراجات، جراجات باركنج العربيه ما فيش فيها اي تجهيز او اي حاجه، جاست اربع حيطان وسقف وخلاص، ودي كانت بتستخدم مواقف للسيارات، وايراداتها طبعا قياسا بايرادات المحلات كانت اقل بكثير جدا. نعم، ده بالنسبه فقط ليعني شارع 26 يوليو وشارع سلطان ابو العلا. ما هو ما فيش غيرهم، هم شارعين، هي المنشا نفسه بيطل على الشارعين دول، شارع 26 يوليو وشارع سلطان ابو العلا، وبعدين من الناحيه الثانيه في متحف المركبات، وبعدين الباركنج بتاع وزاره الخارجيه من ورا. الجزء بشكله مثلثي وبالتالي ليه ثلاث اضلاع يعني. اكمل لك جزئيه بس للتعويضات. الناس اللي على شارع ايا من الشارعين وكانوا يرغبوا في محلات في المول الجديد اللي ان شاء الله هنبنيه على المحطه لما تنتهي، ده كان بياخد نص التعويض. يعني ابو 7000 ياخد 3500، 5000 2500، 3000 ياخد 1500. هما ساعتها يا فندم كان في ازمه وقالوا انه 7000 جنيه قيمه المتر الواحد هي يعني لا تناسبهم لانه السعر لا يتناسب مع شارع 26 يوليو الحيوي. يعني هيك لازم نفرق ما بين حاجتين، الحاجه الاولى هل هم ملاك ولا مستاجرين؟ المستاجر ده بياخد فلوريك، ما فيش اي تسعيره للفلوريك. يعني احنا لو بصينا في اي مكان ما القانون ما بيقننش خلو الرجل، هو المالك هو الوحيد اللي له قانون في او له حق ان هو يعترض ويفاوض وكده بالنسبه للملك. اما ده فدي قيمه تعويضيه تعويضا ليهم على اساس ان عارفين كل الوضع في البلد ازاي، وكل واحد دور على اكل عيشه، وبالتالي ده احنا استحدثناه كمترو انفاق في البدايات على اساس نعوض الناس دي عشان يقدروا يستمروا في حياه كريمه. فده كان الحل، وده كان بناء على قرار لجنه شكلها الدكتور جلال سعيد ايام ما كان محافظ القاهره، ودي بدات ب 1000، ده احنا وصلناها 7000 يعني في سبع مراحل. كل مره كنا بنرجع لمجلس الاداره عشان نقول له الناس بتعترض، الناس بيقولوا بنيجي نقول له ايه هو وجه اعتراضه، وبتناقش في مجالس الاداره وكان يقرروا رفع مثلا للمرحله اللي بعدها وهكذا حتى وصلنا 7000، وده كان اقصى حاجه احنا ممكن ندفعها. وخصوصا حضراتكم يعني قلتوا في الوقت ده ان كل تاخير في تسليم الاراضي للمقاول بيغرم الدوله حوالي 40 مليون جنيه. اكيد طبعا، انت عارف حضرتك احنا في استحقاقات زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي خالص، ان احنا عندنا استحقاقات المفترض يستلم المواقع المحطات في تواريخ محدده عشان المكنه لما هتمشي من العتبه يفترض انها بتقطع مثلا المسافه من العتبه لناصر في شهر سيرا تحت معدل 10 15 متر في اليوم، وبالتالي هي عن توصل المحطه دي بيكون السقف والحيطان والسقف والارضيه جاهزين، فبتفوت في المحطه وتكمل حفر في اتجاه المحطه اللي بعديها تاخد شهر، عشان كده السيكونس بتاعه كل شهر بيبقى فيه محطه. اذا جت المحطه اذا جت المكنه قدام المحطه ووقفت من غير ما تشتغل، المكنه دي بتفضل لازم تفضل شغاله بكامل اجهزتها وهي نايمه في الارض من غير ما تحفر او تتقدم. الشغل ده نفسه بيكلفنا من 40 ل 60 الف يورو، مش 40 الف جنيه، من 40 ل 60 الف يورو للمكنه لوحدها. ضيف على ذلك اطقم العماله بالكامل، وضيف على ذلك كامل معدات المقاول اللي فوق موجوده على المحطه نفسها. شوف رقم رهيب ومهول بتكلفه مجازفه الدوله في حاله تاخير تسليم اي موقع للمقاول. الحفار العملاق المسؤول عن تنفيذ النفق يا فندم متى سيعمل؟ هو نعم، ده اللي انا قلت لحضرتك، هو ابن حتب اللي هو كان منفذ الوصله من محطه العباسيه لمحطه المعرض، وطلع من محطه المعرض شويناه في حديقه الازبكيه، واللي اتعمل له النهارده عادي التاهيل وتجديد ورفع كفاءه، بحيث بعد ما يخلص الحكايه دي هننزله في بير النزول، المده دي بتاخد من شهرين لثلاث اشهر، وبعديها هيبدا يشتغل ان شاء الله. يا فندم المستاجرين فقط بيتساءلوا هل هيكون ليهم نسبه في اشغال مول ماسبيرو الجديد داخل المحطه؟ لا، ما انا في نوعين من المستاجرين، النوع اللي خد كامل التعويض ومضى ومشي
اللي هو يا اما 3000 للمتر، 5000 يا 7000، ده خلاص ده فكر ودور على بديل ولقى البديل وقال لا انا هاخد كامل الايجار او كامل التعويض وامشي واروح ادور على في حد سبيلي على مكان تاني. اما بعضهم هم حوالي 12 واحد دول قالوا لا احنا هناخد اماكن في المول الجديد، وبالتالي خدوا نص التعويض بس وعملنا معاهم تعهد اننا وانس ان احنا نخلص المول الجديد هم هيدخلوا ان شاء الله ويستلموه ويمارسوا فيه نشاطهم اللي كانوا بيمارسوه فيه اللي هو نشاط بيع الملابس وكده، لان في انواع معينه من الممارسات او من الاعمال فقط المسموح بها في هذا المنطقة. اخيرا باشمهندس طارق، التعويضات اللي حصل عليها المستاجرين تقريبا قد ايه، وكمان الملاك؟ يعني وفقا للمعلومات اللي عندنا تقريبا هناك ثلاث ملاك. لا احنا ما يعني كعدد الملاك هم ممكن يكون ثلاثه ممكن اكثر لان على حسب المساحات، لكن احنا بنتكلم في رقم، في الرقم حسب القيمه التقديريه المبدئيه للجنه المشكله طبقا للقانون رقم 10 لسنة 90. دول قالوا قيمة تقديرية حوالي 150 مليون جنيه، دي كانت على أساس المتر حوالي 20,000 جنيه، ولكن يحق للملاك إن هم يروحوا للمحكمة ويعترضوا على هذا السعر، والمحكمة بتوكل أو بتكلف لجنة التقدير وتطلع تشوف وتعاين وتشوف السعر المناسب في المنطقة دي كام، وإذا في فرق بالزيادة طبعا اكيد احنا هندفعه، واحنا متوقعين ان هيكون في زياده وان الرقم هيقفز الى 200 او لما يتعدى ال 200 مليون، ده بالنسبه للملاك. اما بالنسبه للمستاجرين فكان تعويضهم حوالي 50 60 مليون جنيه، يعني اجمالا الرقم كله هيوصل من 250 ل 300 مليون جنيه لتعويض الموقع ده. طبعا هو عشان كده احنا فكرنا نعمل حاجه في المكان ده، لان هو اصل الارض كلها ملك الحي القومي للانفاق، ملك الدولة بالطبع. فكرنا نعمل منشأ فيها نستفيد منه بحيث انه يعمل تعويض للمبالغ المصروفة. طبعا يا فندم هو مشروع مهم جدا، وبنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. المهندس طارق ابو الوفا، وكيل وزارة النقل ورئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للانفاق، شكرا لحضرتك.